كراش وقف انا عقلي تخطف تلفني وزاد هبالي ما ظنيت يعرف يطيحني بالخف عمرها ما جات في بالي. شكرا بالفاس وانا سعيده بزاف اني معكم اليوم. بحال قلتي هذيك كانت غير واحد الاغنيه اللي نصالح بها مع الجمهور ديالي حيت عطلت عليهم بزاف وعجبتهم. انا سعيده جدا بالاصداء اللي كانت ايجابيه وهذا الشيء ما زاد الا حفزني وحمسني انني نجتهد باش نطرح اعمال في القريب العاجل ان شاء الله مواضيع تكون اضافه لمسيرتي الفنيه وفي نفس الوقت كتعبر على الحالات اللي كيمر بها الانسان في مراحل العمر ديالو. هدى اللي كنتو كتعرفوا هذه 10 سنين ماشي هي هدى ديال اليوم، يعني كاين واحد التطور وكاين واحد الاختلاف ايجابي الحمد لله، واحد التقدم غنبغي نترجمه من خلال اعمال فنيه وكنتمنى تنال اعجاب الجمهور ديالي. هي واحد الوقفه ما كيكونش عندنا حنا فيها الاختيار، الحياه مره كتحطك باش تقومي بواحد الدور واحد المرحله خصك تكوني متواجده، وبعد المرات خصك تكوني تترجعي تقدي شي امور كيكونوا الجمهور ما كيعلمش بهم، لانه هذه هي الحياه، مره كتكوني في الواجهه مره كتكوني في الكواليس، مره كتكوني خاصك تكوني كتقومي بواحد الدور رئيسي في حياه شخص ما كالابن ديالي. انا خصني نكون دور رئيسي باش نساهم في التكوين ديالو في السنوات الاولى ديالو، كان ضروري خصني نكون متواجده. ملي كنت انا ليبو كنت انديبوندونت وسيليباتير وهذا كان عندي متسع من الوقت ومتسع من الحماس وهذاك الشغف والحلم بتحقيق الحلم ديالي الفني، وكل وقيته ديالها، يعني انا كنقوم بواحد الدور حينما يتطلب مني الامر. الجمهور ما كيعرفش عليا بزاف ديال الحوايج، كيعرف عليا نقدروا نقول واحد 10% 90% ما نقدرش نهضر على راسي، لانه يجب ان يقترب الشخص مني اكثر باش يقدر يعرفني اكثر. عزيز عليا انا نختبر بزاف ديال الحوايج، يعني الحياه فيها بزاف ديال المجالات فيها بزاف ديال الاكتشافات، ما نقدرش انا نحجم نفسي في واحد المهنه او حاجه، لان كل مهنه عندها الفضاء ديالها عند العالم ديالها، فما كرهتش كل شيء نجربه. الفلسفه نكون فيلسوفه نكون محاميه نكون طباخه نكون ربه بيت نكون فلاحه، الحياه جميله جدا وخص الانسان يكتشفها من معدن الزوايا ديالها. في النطاق ديال انه تلاقيت مع واحد الاصدقاء ديالي كانوا بمناسبه ديال حضور الفنانه اصاله ومجيد المهندس، احنا كان عندنا اصدقاء خارج زعما ما كيبانوش في الواجهه وانما هما كيكونوا منظمين ديال الحفل، فتم الاتصال بيا تلاقيت معهم شربنا ان كافي، دخلت اصاله شفتها فوالا، من بعد قررنا اننا نعاودو نتلاقاو الغد ليه، وكان بالاتصال من الزميله والفنانه اسماء المنور، هدى فينك يلا نتعشاو، قلت لها انا غادي نمشي لها، قالت لي نتعشاو هو الاول، صافي كانت زعما سبونتاني عفويه، جوج ديال الفنانات كنحمل ليهم كل المحبه والتقدير والاحترام وسعيده بزاف بهذيك الصوره وغادي تبقى ذكرى جميله جدا. الا كان شي موضوع خارق للعاده بيان سور هز عليا داكشي يكون خارق للعاده شي حاجه ماشي ديجا فيو ماشي كاينه ماشي مستهلكه ماشي كونسومي، كنبغي شي حاجه اللي تكون اوريجينال. انا اكيد تعرضوا عليا بزاف ديال لي سيناريو وسواء من هنا او من برا، وانما كديما كتلقاي القصص كتشابه المواضيع كتشابه، ولكن الا كانت شي حاجه على صعيد مثلا التقني اخراج الديكور الفكره كذا بيان سور غنبغي نكون طرف في هذا العمل. غادي نبغي نكون مثلا محققه، عزيز عليا التحليل، انا انسانه محلله، يعني كنبغي نقول علاش هذه كاينه بحال هكا، مثلا ما تشوفش الامور من الظاهر ديالها، كنشوف ديما ما وراء الباطن ديالها الخفايا ديالها، فانا معروفه عائليا انني مبقشيشه. ملي كيتعرض عليك شي عمل اللي كيكون ديجا عنده البروديكتور ديالو والكاتب ديالو داكشي كيكون ما كيتوافقش مع الذوق الموسيقي ديالي، يعني ماشي لاجل الظهور فقط او لاجل الغناء فقط، انا بحال قلتي مسلسل الحلقه الاولى والحلقه الثانيه، لما ملي كتهضري على البوم طير الحب راه هذاك واحد الحقبه زمنيه انا مريت بها عبرت بها على ما بيرسيبسيون الطريقه كيفاش كنشوف الامور، ما غيتهضرش ملي الجمهور في هذا لاج هذا ومن بعد هاد التجارب في الحياه غادي نجي غادي نبقى غاده على نفس النسق او نفس
غادي نعاود نعطي لا فيزيون او ديك الرؤيه الفنيه اللي كتشعر بها هذه الانسانه اللي وصلت للمرحله ديال النضج الى حد ما، لاننا ما حنا باقيين في الحياه ما كل شويه كننضجوا من واحد الجانب، فواحد الجانب فيا باغي يعبر على ذاته من خلال الفن. فانا ما يمكنش نتعامل مع شي ايكيب دو ترافاي اللي هو موسيقي ملحن كذا، ما صبرش الاغوار ديالي ودخل الداخل ديالي باش يعرفني انا شنو باغا نغني. ف ممكن يكون هذا نسبه الحظ يعني ضئيله جدا، وفي نفس الوقت يعني كنتمنى نحصل على انني نتلاقى كما تلاقاو بعض القامات الفنيه مع بعضياتهم. كنشوفوا مثلا بليغ حمدي وعبد الحليم حافظ بجوجهم، او محمد عبد الوهاب وام كلثوم، كنعطيك دابا دي زيكزامبل اللي هما فريمون الاعمال ديالهم غتبقى ايترنال حيه، فهمتي؟ حققوا واحد النجاح مزدوج الطرفين، هو موسيقيا ابدع وهو ولا الثاني الى بيان انتربريتي هذاك المشروع الموسيقي. فانا ما كرهتش والله ما كرهت انني نتلاقى مع شي حد اللي هو يعبر، نقول لي ما يمكنش انت كتفهمني، كتفهم روحي اشنو باغا تقول موسيقيا كذلك. كنتمنى، ولكن الى ان يظهر هذا الشخص فانا اتكلف بالموضوع. وهو بصراحه انا ما عنديش شروط، انا كنشوف هذاك الشيء كيكون توافق، ما فيهاش، لانه حنا قمنا بهذه العمليه، فهمتي؟ هذه قبل ما صدقاتش. فلذلك كنقلب على اشنا هو الميساج الخفي اللي ممكن اننا نعتمدوه باش نبنيو عليه الاختيار ديالنا. يعني كنشوف بانها عمليه بصيره، فهمتي؟ والانسان ديما يتبع لانتويسيون ديالو، لانه ديما هذاك الصوت الداخلي تيعلمنا قبل، وحنا كنرفضوه لانه ما تعودناش اننا نقتديو به او نعطيوه مثلا واحد النسبه ديال المصداقيه. فانا بزاف ديال التجارب بزاف ديال القرارات بنيتهم على بحال قلتي البعد الحسي الفيزيائي، وكان عندي واحد البعد غير محسوس، فهمتي؟ هو اللي كان صادق. فانا دابا بحال قلتي ديجا ديفلوبي هذيك لانتويسيون ديالي، وليت كان هذيك لا غولاسيون ديالي مع لانتويسيون ديالي وليت هي اللي كان نسمع عليها. كنبغيكم بزاف، انا هي هدى طبيعيه كما عرفتوني وكما عهدتوني غنبقى ديما بحال هكا. كنبغيكم وكنبغي الاسماع ديالكم تسمع كل ما هو جميل وكل ما هو راقي، وان شاء الله تدوم محبتنا، وان شاء الله نتواصل معكم عما قريب في عمل فني ان شاء الله ينال اعجابكم. تبارك الله عليكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.